استوى بدع القصايد وجزلة الحروف والرجال فعولها لا الضماير ملهمة. استوى بدع القصايد وجزلة الحروف والرجال فعولها لا الضماير ملهمة. مرحبا ترحيب تمت للهمة للقنوف في محل أهل الوفا والعقور المحكمة. مرحبا باللي حضور جميلة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نحمد الله على نعمه الكثيرة الغير معدودة، وأولها نعمة الأمن والأمان، ولله الحمد. تم الليلة افتتاح هذه المنشأة ولله الحمد بأمر من الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، وبتوفيق منه، وبدعاء الأصدقاء والمحبين لنا، وندعو الله أن يرزقنا منها رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، وأن يقينا شر من فيه شر، وأن يطيل في أعمارنا لخدمة الله ثم المليك والوطن. ولله الحمد تمت هذه المنشأة بتظافر الجميع، وبعد جهد وتعب نفسي ومالي وعضلي من الجميع، وسعينا إلى اختيار الأفضل سواء في المنتجات أو الأصناف أو الذوق العام أو الخاص بتدرج السلع من خارج المملكة وداخل المملكة باستيرادها من الخارج سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ونسأل الله التوفيق في أمورنا إن شاء الله، والله يعطينا من خير هالمؤسسة ويطرح فيها البركة إن شاء الله، وإن الله يرزقنا برزق عمالنا أو من عرفنا أو من له صلة بنا بشكل مباشر أو غير مباشر، ولله الحمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استوى بدع القصايد وجزلة الحروف والرجال فعولها لا الضماير ملهمة. استوى بدع القصايد وجزلة الحروف. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد خاتم النبيين. إحنا مؤسسة علي عايض القحطاني التجارية، وممكن نسمي أنفسنا مجموعة علي عايض القحطاني التجارية، لأنها هي بتتكون من الفرع الأصل اللي هي المقاولات. الحمد لله 14 سنة في مجال المقاولات، والحين الحمد لله تم بحمد الله افتتاح مؤسسة علي عايض القحطاني التجارية بتضافر كل الجهود من العاملين فيها وبفضل توجيهات راعيها، ونحمد الله على هذا الإنجاز وعلى هذا الصرح الكبير، ونتمنى بإذن الله أنه يكون دفعة ومسيرة لتنمية المنطقة، حيث تم اختيار الموقع بعناية فائقة ليخدم المنطقة، حيث أن المنطقة هي منطقة إنشاءات جديدة. وحرصنا في مؤسسة علي عايض القحطاني التجارية على أن نختار جميع أصنافنا بجودة وبمواصفات تلائم جميع الأذواق وجميع المتطلبات، وبإذن واحد أحد إن شاء الله إحنا في تطور، بحيث أنه نصير شركة واحدة من الشركات الكبيرة اللي هي الحين إحنا بنعتبر كاستمر لها، كشركة الحازمي وكشركة باح الطاب، شركة ام بي، هذه كل الشركات احنا نعتبر كاستمر كبير جدا لها. وان شاء الله باذن الله خطتنا للامام اكبر واكبر باذن الله، وان شاء الله حيكون في توسع، حيكون عندنا ان شاء الله باذن الله فروع باذن واحد احد بتوفيق من رب العالمين وباجتهاد القائمين على العمل باذن الله. وان شاء الله نوعد جميع العملاء الذين يتعاملون معنا والذين سيتعاملون معنا بطيب التعامل
وبتوفير ما يحتاجونه من جميع الاحتياجات وبأسعار تلائم أو أسعار ترضي الجميع بإذن واحدة وجودة لا غبار عليها بإذن الله. وشكرا جزيلا والله ولي التوفيق. استوى بدع القصايد وجزلة الحروف والرجال فعولها لا الضماير ملهمة. استوى بدع القصايد وجزلة الحروف والرجال فعولها لا الضماير ملهمة. مرحبا ترحيب تمت من هم للقنوف في محل أهل الوفا والعقور المحكمة. مرحبا باللي حضوره جميله ومعروف باسم قوم تفرح بكل ضيف وتكرمه. مرحبا والكيف استوى بدع القصايد وجزلة الحروف والرجال فعولها لا الضماير ملهمة. مرحبا ترحيب تمت من هم للقنوف في محل أهل الوفا والعقور المحكمة. مرحبا باللي حضوره جميله ومعروف باسم قوم تفرح بكل ضيف وتكرمه. مرحبا استوى بدع القصايد وجزلة الحروف والرجال. أنتم يا ربع على الشوافة ركن أركان المسادة وفعلكم فعلكم غريب في كل شيء والله والله لا أنتم في حاجة مدحنا ولا اللي نقوله. ومحمد بن عايض بن شوافة يمثل قبيلة كاملة بالحشا ورافع مبيرق لحاله ابو نايف ولو نقول فيه ما نقول والله بنتعب وبتتعب الاقلام وبيتعب الكلام. وانا عندي قصيدتين قصيده تخص ابو نايف وقصيده تخصكم. يا ابو نايف كل يوم لك فعل الغريب يسبق اللي فات من طيب فعله مرتبه. كل يوم لك مع الناس سالم من شعيب يتفرع وادي الطيب لا منه عبه. شاش راسي يوم اشوفك وزان اغلى حبيب تاج راسي سيدي وان تمسك منكبه. جعلني فدوتك يلقر من راسه الصعيب واليمين اللي تعطل حجاجه وشربه. بالعطايا والشحم ويش اعد ويش اجيب جعل يومي قبل يومك وعمري لك هبه. يقول يا ابو نايف من ملكته بالجميل في لزومك تامر اهتم ونعم. ابتدعت بخلص اخلاقك دليل للحياة اللي لها ذوق وطعم. يا ولد ميزان عدل ما يميل ماني خزم المعضلة ليلة خدم. نظرته تفلج قبيل من قبيل مثل ما يفلج صباح من عتم. ما خلت الإبليس جيل عقب جيل والعوارف مثل أبو شارع علم. شيبهم في طاعة المولى الوكيل حافظ أرباح الفرائض والشيم. ما بقى بسواقهم غير القليل والفلس سوقه على سوقه قدم. أشعر بغربة وأنا يوم وليل والقمر والشمس الأعمى والأصم. أوشكوا نور المجالس بالرحيل واقبلوا خبز الخديعة والندم. جعلني ما ذوق حزنك يا الأصيل وبدعتك غطت قوانين ونظم. العبيد أملاك من عمره طويل مكسب الفر يسمع حمر النعم. وأن تملك كل راس مستحيل ينهزم بالموت لأرحم من رحم. لك نعوج رقابنا في كل ليل يا علمنا والله ونعم العلم. ما نقول إلا عسى عمرك طويل ما نقول إلا عسى عمرك طويل. يا شنار عيال عمك واحتزم والسلام اختام يا ذرب الجليل طال عمرك لا خلا ولا عدم. انت يا ابو نايف اللي تعب وانت اللي توقف والله مهما قدمنا لك لا انا ولا الربع الموجودين ما نلحق شيء من عيونك الطيبه. وحنا وبالذات انا ما اعطي الا من عطى الله سبحانه وتعالى ثم من عطاك. وعلمك غانم والله لو ان العروق تقص ويسال الدم ويعطى الريجين تعطى دم من عندك. الحروف والرجال فعولها لا ضماير ملهمة. ويشرفني طول عمرك ان ابو خالد والربع الموجودين هم اللي يعطونك اياها وابو عبد العزيز. هذا طيب وانت راعي طيب. يعطيها انا مين؟ لا 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 والله ما يعطيها انا. استغفر الله. الو سلم محمد عوايد. ابو محمد ابو نايف ما اعطي مبارك لأبو نايف والله يجعله معينا له على ما يرضى الله سبحانه وتعالى. وأنا
عندي هدية لأبو نايف وقد بلغت فيها العصر مساعدة مني في هذا المعرض 20,000 ريال. الحروب والرجال فعولها لاب ما يرمي الهمة مرحبا ترحيب تمت للهمة للقنوف في محل أهل الوفا والعقور المحكمة مرحبا مرحبا والكت الحروب والرجال فعولها لاب ما يرمي الهمة مرحبا ترحيب تمت للهمة للقنوف في محل أهل الوفا والعقور المحكمة مرحبا باللي حضوره جميلة ومعروف باسم قوم تفرح بكل ضيف وتكرمه مرحبا فعولها لاب ما يرمي الهمة مرحبا ترحيب تمت للهمة للقنوف في محل أهل الوفا والعقور المحكمة مرحبا باللي حضوه جميلة ومعروف باسم قوم تفرح بكل ضيف وتكرمه مرحبا والكل حروف والرجال فعولها مرحبا ترحيب تمت للهمة للقنوف في محل أهل الوفا والعقور المحكمة مرحبا باللي حضوه جميلة ومعروف باسم قوم تفرح بكل ضيف وتكرمه مرحبا والحروف والرجال فعولها لاب ما يرمي الهمة مرحبا ترحيب تمت للهمة للقنوف في محل أهل الوفا والعقور المحكمة مرحبا باللي حضوه جميلة ومعروف باسم قوم تفرح بكل ضيف وتكرمه مرحبا والحروف والرجال فعولها لاب ما يرمي الهمة مرحبا ترحيب تمت للهمة للقنوف في محل أهل الوفا والعقور المحكمة مرحبا باللي حضوه جميلة ومعروف باسم قوم تفرح بكل ضيف وتكرمه مرحبا والكل حروف والرجال فعولها لاب ما يرمي الهمة مرحبا ترحيب تمت للهمة للقنوف في محل أهل الوفا والعقور المحكمة مرحبا باللي حضوه جميلة ومعروف باسم قوم تفرح بكل ضيف وتكرمه مرحبا والكل حروف والرجال فعولها لاب ما يرمي الهمة مرحبا ترحيب تمت للهمة